فقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. الثالث عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان من أول السابقين الأولين للإسلام، وهاجر إلى الحبشة، هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وأنفق الأموال في سبيل الله عز وجل، أنفق الأموال في سبيل الله، جهز جيش العسرة وحفر بئر رومة للمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: من يحفر هذا البئر وله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه ووقفها للمسلمين، وجهز جيش العسرة بكامله من ماله، وهو الذي تولى الخلافة بعد عمر بإجماع أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، بايعوه وبايعه المسلمون، وهو أيضا زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، تزوج بنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمى ذا النورين، لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبايع له صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أرسله إلى مكة يفاوض المشركين، وأشيع أنه قتل وتمت البيعة وهو غير حاضر لأنه في مكة، بايع له الرسول بيده صلى الله عليه وسلم، وقال: وهذه لعثمان. وهو الذي جمع المصحف وحافظ عليه، وهو الذي كتب المصحف الإمام، كتب المصحف الإمام المسمى مصحف عثمان بالرسم العثماني الذي عليه المصاحف اليوم، وفضائله كثيرة رضي الله عنه.